وبنبدأ نشاطنا الرياضية مع المنتخب الأولمبي اللي حقق الفوز على المنتخب الزامبي بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي جمع المنتخبين على ملعب الدفاع الجوي في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. جه الهدف الأول من تسديدة رائعة لإبراهيم عادل في الدقيقة 73، الهدف الثاني سجله عبد الرحمن عاطف برأسية من على القايم القريب في الدقيقة 88. استعرض البرتغالي روي فيتوريا مهاراته مع الكرة خلال تدريبات المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة ملاوي في تصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان السنة الجاية. مارسيل كولر المدير الفني للأهلي هيرجع القاهرة النهاردة عشان الاستعداد لقيادة تدريبات الفريق في بداية التحضير لمباراته الجاية ضد الهلال السوداني في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، واللي هتتلعب على استاد القاهرة يوم 1 إبريل الجاي. تم التأكيد على جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية واللي هتنطلق بكرة استعداداً لمباراة الأهلي قدام الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد شكوته من الإصابة بشد في عضلة السمانة. كمان بيواصل فريق نادي الزمالك استعداداته لمواجهة البنك الأهلي يوم الحد الجاي في دور الـ16 لكأس الرابطة المصرية، واللي بيأمل من خلالها الفريق للفوز والعودة للانتصارات. النجم الألماني مسعود أوزيل أعلن اعتزاله لكرة القدم بشكل رسمي، ونشر أوزيل بيان اعتزاله على حسابه في تويتر وقال: بعد دراسة متأنية أعلن اعتزالي الفوري من كرة القدم الاحترافية. كان لي شرف أن أكون لاعب كرة قدم محترف منذ ما يقرب من 17 عام وحتى الآن، وأشعر بشكل لا يصدق عن شكري على هذه الفرصة. المسؤولين في فريق ريال مدريد الأسباني رفضوا زيادة راتب ماركو أسينسيو جناح الفريق لتجديد عقده المنتهي في يونيو 2023، وأكدت التقارير الإسبانية أن إدارة الريال بتتمسك بعرضها المقدم لماركو من أجل تجديد عقده مع المرينجي، وقدمت اللاعب 4 مليون يورو كل سنة. خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.